ورجعت لكم تاني، وتعالوا بقى نشوف ايه الاخبار في نهاية السيزون المرعب دوت. المفروض ننزل هنا نروح نعمل شوية حاجات، تعالوا نراجع مع بعض تاني. طيب ده ماتش رانكت، لان انا عندي حاجة هنا لطيفة عايز اخلصها. قال لك موت بس اتنين في رانكت، فناخد 25000 اكس بي، عايزين ناخد كل الفي بوكسز اللي نقدر عليها، وبعدين وين كراوند 1. شوف باك جراوند، انا لازم ابقى اوكي ماشي. وهنا ده بقى المفروض ان انا افتح كونسيومبلز وارمي كونسيومبلز. انا لو انا عملت كده وجيت عملت كده كده كده، هي واحده كده اتحسبت لان هو بيحسب المنطقه. مش انا كنت حاول اضحك عليه ان انا يبقى دي حاجه جديده خدتها. يعني فين فوق؟ في زحمة ناس هستيرية. فين الحرب؟ تحت برضه راح فين؟ هو ولا لا؟ بس اقعد ليه انا يا ساتر، ولما ادرك يا عيني حس بال الموضوع، بس كان متأخر بقى. هنشيل شوف الباقي دي بصراحة، لأن أنا طيب قال لي أفتح حاجات بين شنط منهم كده يعني. صح كده، قال لي خمسة كتير برضه، مش مشكلة. مهم كده بالنسبة لي بصراحة اللي أنا عملته ده. فين؟ فوق ولا تحت؟ تعالى نفتح ده. قعد ثلاثة. لبست الحيطة أنا كده. طيب عايز أخلص الخمسة من هنا وأخلص بصراحة، يعني مش ناقصة بصراحة. فين اللي بيتمشى؟ فوق، هتلاقيه فوق. عايزين نفتح صندوقين بس يا جماعة، عملنا خمسة، عايز صندوقين بس. ممكن صندوقين. تعال فين؟ سلام، عودنا ال20 دي أهم حاجة. يبقى كده ده معناه إن إحنا فوق، ملهاش حد تاني. هنا بقى فين بقى الأستاذ؟ طلعنا على الشارع، نطلع فوق من هنا. مساء الخير يا حمزة. أنا يا جماعة تسلموا على الناس، تبنوا علاقات، تعال ناقص لنا واحدة يا جماعة لو سمحتوا، خلصوني بقى أنا زهقت. الله مسدس ده انا بحبه، بس مش مشكلة خالص. عايزين واحد هنا بقى، المفروض هنا يبقى فيه بقى، مترخموش يعني. في الباب ورانا احترام اهو، بس كده شكرا. استنى بقى هنا استخبى كده بس عشان نفتح الايه الدنيا. قال لك ترافل ديستنس في عربيه، فعايزين ناخد عربيه بقى نربيها، وده خلصناه. وين ا كراوند فيكتوري رويال، يعني لازم اكون لابس تاج واكسب. وين ا فيكتوري رويال وايل البتاع ده شغال. ما دول بقى احنا محتاجين نروح لهم.
بس هي دي خلاص راحت علينا. طب استنى، هي كان دي بس عايزين نروح لها. ايوه دي جنبنا هنا. ماشي هنروح بس الاول. حلو تمام، لمحته انا. انتوا ايه حكايتكم؟ طيب نطلع من هنا. عربية عربية يا شباب، عربية. فيه مش في عربية هنا؟ أكيد في عربية هنا. أي صح، السلام على السيطرة. عربية مفيش عربية للأسف، يا خسارة. تعالوا نروح نعمل الموضوع ده. المفروض انا عندي، قال لك بتاع دي اخدها. احنا عايزين عربية يا جماعة، بعد اذنكم عربية بس. ماشي انا المفروض هنا. فين فين؟ هنا والله المفروض هنا. شكلها جلد شاي ولا ايه؟ هو بيقول لك ايه هنا؟ break open ميجالو دونز hidden cash and collect ال مش عارف ايه. يكون حد خيرها مثلا، ما اعرفش. هي واحده بس يعني، مش هنجي لها تاني، مش مشكله نعملها في دور تاني. نطلع فوق، يمكن فوق. شغل عالي بس. ماشي مفيش حاجه تانيه. مش عارف والله. ماشي نجي لها مرة تانية، مش مشكلة خالص. في شنطة يعني. عندها ما تتكسرش. طيب عايزين عربية يا شباب. يا جماعة عربية، اللي انا بعمله ده بقى ايه؟ اون ذا جو زي ما بيقولوا كده. فين يا شباب؟ هنا بقى هو قال لك برضه في منطقة تانية يكون named نرمي consumables. انا عملت كده. ليه هو المفروض ارميه؟ لأن احنا مش منطقة نيمت. في منطقة نيمت قريبة اهي، ممكن نروحها. هنا كان بيبقى في عربية دايما. ايه اللي حصل يا شباب؟ كل العربيات اتغيرت خلاص. غريبة جدا يا جماعة، العربيات دي كانت بتبقى مرمية في الشوارع كده يعني. استنى بقى شوف عربيتي ايه. هيد شوت بس سكوبت. ماشي
launch through damage opponent with this and this. أعمل إيه طيب؟ بس هيجي يقول لي بقى إيه؟ آه سخف عليا يعني. هيقول لي لا خلاص يا أستاذ ستورمز كتيرة خلصنا العرض. العربيات كانت بتبقى يعني بالهبل، بس هنا مفيش عربية فجأة كده. يجري شوية أنا بس أنا في الجري بس مش مناظر، بس بص قربت منطين فجأة ما شاء الله. طب ايه يا جماعة؟ واحدة بس. سلام، شوف انا ايه ما هاجمتكش، فانت المفروض ايه تعدي. مش مصدق ان مفيش ولا عربية. اللي يضحك بقى كمان ان مفيش ولا عربية ومفيش حد عدى جنبي بعربية، يعني برضه دي حاجة غريبة شوية. اللي هو تحس ان ايه لما حطوا تشالنج العربية شال العربيات، هي كده تحس كده لا خلاص مش عربيات بقى. وصلنا كام 94 ولا ايه؟ يلا فاكرين دول؟ لو حد فاكر زمان في سيزون كده، مش فاكر السيزون كان انهي سيزون بصراحة، قال لك راندوم على ميستري بوكس اهو. ميستري بوكس لان انا ايه في الاخر بقى. طب والله كتر خيرك، تصدق بقى انك كتر خيرك جدا كمان، لان هو بيقول لك هيت هيت شوت بالبتاع دي، قال لك اعمل لها هيت شوت بالسكوبت، وده سكوبت. طيب انا شايف ان بتاع كمان شكلها شالوها. ده بالسكوب ده قالك بلاير ولا اوبوننت؟ انمي بلاير سخيف. دامج هيد شوت. العربيات بتصنع ايه؟ العربيات يا جماعة اتصدرت تقريبا. طب ما واحد يعدي جنبي عربية طبعا عشان يحسسني على الأقل إن كان في عربية وحد خدها. هنا بقى ايه العربية دي شكلها كده ولا ايه؟ طب دي مدينة يعني كلهم رياضيين مثلا، كلهم بيمشوا على رجليهم، وارد برضو خلي بالك محدش يعرف. هنشوف يا جماعة ده مش طبيعي اللي انا فيه ده. طب موتوسيكل وعلاج فيجن، في عربية بتبقى جوه ركنة هنا. استنى برضو، طب يمكن ركنة على الشمال. ده موضوع عجيب جدا يا جماعة، غريبة دي. ماشي مش مشكلة مش مشكلة. وبعدين انتوا واخدين بالكم ان في هدوء في المكان غريب شوية، يعني مفيش حد. الناس فين؟ راحت فين الناس؟ هنا كان بيبقى في عربيات برضه. اه هنا قال لك ارمي كونسيومبلز اهو. ما فيش كونسيومبل، عايز كونسيومبل واحدة اهي اهي بس اهو. وقال لك الميم في ثلاثة مختلفين صح كده. ماشي ستين ايه ده، حد بيضرب. تعالى بقى فين بقى انت؟
انا عايز هيد شوت بس تبقى ظبطتني بس. ازاي ازاي انا كل ده ما ماتش؟ ده هو مضروب طلقة اصلا ب 145 ناقصته. دي غريبة جدا، دي في حاجة زي كده بتجنني بقى، بحس ان في حد عامل حاجة في اللعبة مش طبيعي برضو. طيب طلعتنا ايه، سيلفر 2 ماشي، حلو حلو، حبة حلوين اهو. طيب خلينا نرجع ونخش مش رانكد، ان الرانك دايما بيحصل فيه حاجات غريبة انا ما بتعجبنيش بصراحة. بيني وبينكوا ايه، مش حابب يعني كليم، سيبك من الكلام الفارغ ده، هنلغي الرانكت، خش العادي، خش دور كمان. طيب احنا بقينا كام ليفل؟ 93 94 عشان ناخد اخر في بوكس، ودلوقتي في بوكس اتفتحت 92، خدتها ولا لا؟ اه خدتها، دي تتفتح يبقى احنا خلصنا. كان محتاج نفتح كل حاجة موجودة، وأنا عملت كلين بيجز 455. بصوا يعني أنا ناقص لي قد إيه عشان أفتح البيجز كلها عشان يقدر يفتح لي الصفحة دي. لو مفتح لي الصفحة دي آخد الفي بوكسات دي. أنا مش هتأمل بصراحة، أنا آخر 94 وأقعد ألعب بقى إيه أنا وحظي بقى، عرفت أجيب الباقي ولا لأ بصراحة. بتاعة دي بقى غريبة شوية. طيب انا شايف ان احنا ننزل على الحتة دي على طول عشان نريح نفسنا عشان ما يحصلش مشاكل، وبعدين عندنا دي اللي ما عملناش ولا حاجة. واو اوكي، محتاجين بقى كده نروح للاستاذ. ماشي روح 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 روح. Eliminate opponent بالتاكتيكال اي ار وثرو كونسيومر بالانديفرنت. ماشي اوكي، يا رب انا اعملها بس سنة واحدة. ويكلي اخبارنا ايه فيها؟ انا مش عارف ليه جايب لي الضن كلهم موجودين، ما تطلع لي دول فوق. ترافل ديستنس مع كار، مش ليه عربيه. بعدين عندنا دي لازم ننط. ماشي اوكي، وايبك برضه مشكله ده. انا بس نروح الحته بس كده ضروري، ما تنزلنيش بقى بعيد، مش ناقصين وجع راس، نزلني قريب وخلص. يا سلام لو جبت لي عربيه جنب المكان ده يبقى خلصنا. اه في عربيه اهي، السلام السلام يا سلام يا سلام يا سلام. اه بتاعي موجوده، يبقى هي فعلا بتتاخد البتاع دي. بس خلصنا الدين عربية. نروح 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 ناخد العربية. بعدين هنا كان في بتاع اهي، هو ما حسبش ولا حسب واحدة. ماشي لو عملت كده عمل اتنين اتنين. طب احنا قاعدين بقى شوية هنا يا جماعة، ورانا حاجة وبتعد برضه هي حلوة برضه، عاجبني الموضوع ده. أربعة، خليها تروح برضه كده للآخر، هناخد السلاح. حلو كده آخر واحد ماشي، بقينا هنشوف العربية بقى، بنروح نعيش شوية حياتنا. طيب هو بيقول لك هنا إن أنا عندي الإيبك، وده محتاجين ناخد إيبك طبعا.
استنى بس نشوف الاستاذه قالت ايه هنا. Deliver the final Pandora gem to Hope. يلا نروح لهوب يا جماعه. دلوقتي بص في عربيه تحت وعربيه فوق وعربيه، سبحانك يا رب. ماشي سيدي يا جماعه، شكل كميه العربيات الموجوده بس عشان بس تبقى انتوا عارفين بس. ها اديني الكواتش. عايزين التانية. ايوه دي اما دي، يلا بينا. انا بس عندي حاجة مهمة التشالنجز دي احنا بعيد عنها، مش هنعمل ايه؟ طيب معلش ديل ماشي روح. خلصنا ال 1000 ونص يا جماعة، 1000 ونص. السلام. قال لك اعمل ايه هنا بقى؟ قال لك نسلم الحاجة العظيمة دي. ده دخلت عليه، ده انا كسرت له البيت. انا ما كانش معايا ولا سلاح، واخدين بالكم؟ العب العب. حلو الكلام ده، مش عايزين ده. ده الشبح اللي معايا والله مش وحش برضه، وعايزينه عشان ده في سكوب ممتاز طبعا. ساعتها يبقى انا حظي ممتاز جدا. الاستاذة فين؟ استاذ هوب السلام عليكم. برضه بيت الراجل بتحترمه يعني. بالعربية هو واقف هنا فوق. لا ده ناحية تانية. ماشي تعالى نطلع من فوق هنا. استنى يا استاذ الرخم، انت قاعد في الاوضه دي؟ مساء الخير، في بس توصيل طلبات لحضرتك بس. ده جاي ها. ده سكوب برضه كويس. خدت ده هيد شوت اهو بقى. ثلاثة اتضربوا. ايوه صح كده، والله العظيم دي مدرسة اللي انا عملته ده. حلو قوي، اتلطش يا عيني لطشة الواد يا عيني، اتفاجئ. طيب عندنا ايه نعمل دلوقتي؟ لقينا 95 بس ده اللي يهمني. طيب الأستاذة زن فين؟ زن اختفت خلاص صح؟ خلاص ستوري ست. شكرا مع السلامة بقى، مش عايزين زن. الويكلي بقى خلصنا كل حاجة، ناقص لي إن أنا باتل إيبك يعني موف، وده عايزين نروح للمنطقة دي. مفيش طيب لا ممكن نلحقها بس سو كلوز. السلام على جو ميتاليكا القديم الحلو ده. حد كان بيسمع ميتاليكا يا جماعة؟ هدي لي المية كويس على كده. انا هاخد دي كده احنا. الله يا سلام، السلام على الشغل. ايه رايك يا جماعه في الشغل العالي اللي انا بقوله؟ عايز اشوف تعليقات نار بقى. استنى هاخد دي كمان بالمره. روح انا كمان واخد الفايرز بتاعت اوف رود. شغل عالية كده ماشية حلوة هنا ما شاء الله، بس يا رب الاقيها ما يقوليش ان فاتني حاجات كتير. الحمد لله، لان انا لو كسبت الدور ده هتبقى حاجة لطيفة. مساء الخير، في اي مصلحة عند حضرتك؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لي؟ ليه؟ هي كانت ايه؟ هي يمكن العكس؟ ده مش عايزني اقف في الشارع. هي لازم افضل جوه عربية؟ انا ما قريتش حد قرا يا جماعة؟ اهي اهي. انسبكت. take damage while standing still. فهمت. لو انا stand still لو فضلت واقف ينقصني
طب والله يا جماعه نكسب ان شاء الله الدور ده يبقى مصلحه، بس ما اعرفش خيال يا جماعه، دي متعبه جدا، لازم اتحرك، ده جو عجيب قوي، التشالنج رخمه جدا. وبرضه اذكياء عملوا ايه بقى؟ قال لك هو ممكن تيجي انت على اخر الدور كده تحس ان انت قربت تخلص وقربت تكسب الدور، فتروح جاي عامل ايه؟ تروح رايح واخد التشالنج. هو طبعا بيروح يقول لك ايه؟ لا ما ينفعش يا استاذ، يقول لك حاجه قربت تخلص، يجي يقول لك لا والله عدى شويه ستورمز كتيره فالموضوع not valid، غيرته. تعالى تعالى يا سلام عليا عليا عليا، هربت انا هربت، انا مش هينفع اقف، مش هينفع اقف يا جماعه، مش هينفع اقف. مشكلتي بقى الكاوتش بتاع اوف، يا ساتر عليا، مش هينفع اقف. طبعا طبعا ما بيضرب قنابل فيا، انتوا عايزين اكتر من كده ايه؟ وانا واقف بنقص. ماشي يا سيدي الناس، ماشي. طيب تعالوا نطلع بس ناخد الفي بوكس الاول عشان نبقى ضمناها، ونلعب بقى لعبة تانية في فيديو تاني. عملنا اللي علينا كده خلاص، ناخد بس الفي بوكس. هاي عندي من الحاجات اللي مضايقاني جدا في موضوع فورتنايت النظام الجديد ده، اللي هو الاول بيديك ال 1500 كلهم في الصفحات دي، دلوقتي عمل لك 1000 هنا و500 هناك، فاهمين قصدي ايه؟ برضه حركه مش لطيفه خالص. هنا عايز 450، هنا 425. طبعا الواحد مش عارف يعمل ايه، طبعا لازم تفتح كل دول 425، لازم تاخدهم كلهم، انت عايز تاخد كل دول عشان يفتح لك صفحه بعديها اصلا، كده كده دول ما للأسف لازم تاخدهم كلهم، تخلص بقى تاخدهم كلهم. يلا خدنا بسلة كمان حاجة تكسب، هم احنا كده خلصنا حاجات كتيرة اهو ما شاء الله، خدنا كل حاجة اهو، بس لنا الصفحة الأخيرة بس دي تتاخد، بعد كده نقدر نفتح ده. شوف ده بيقول لك على اليمين اهو 95 على 100، اطلب بقى الخمسه التانيين دول خدهم، وبعدين ايه نفتح لك الموضوع. طبعا بقى كل 5 نجوم بليفل، متخيلين بقى؟ بصوا بقى الجو رخيص، كل 5 نجوم بليفل. مبدئيا انت عايز 3 و3 و4 يبقى 10 16 كده، دول 3 ليفل مبدئيا، وحبه يعني لسه تاخد 4 ليفل بس، 3 يا سيدي اعتبرهم 15، عندك هنا 9 يبقى كده كله 25، يبقى 5 ليفل، 5 ليفل بالظبط. لا كنت تتخيل 5 ليفلز عشان اخلص دول مبدئيا، ده كده عشان بس نبقى احنا واصلين 5 ليفلز، ده بقى ليفل 100 يعني. وطبعا انت عارفين كل ما بيعلى كل ما الاكس بيز بتزيد، تمام. نرجع بقى هنا بقى، احنا واخدين دي بقى عايزين 6 ليفل عشان ناخد الاكس بي دي على الفي بوكس دي، قصدي تخيل 6 ليفلز. بعدين بقى عندك 2 ليفلز، 3 4 5 6، هنا في 4 10 10 كمان عشان يفتح لك الصفحه اللي بعديها، فتاخد دول يبقى كده كام؟ 12 ليفل، 12 ليفل يعني تبقى 112 عشان تاخد دول، لك ان تتخيل. بعدين تاخد بقى الباقيين دول، حاجه مش طبيعي طبعا، مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي. anyway هو انا الديلي ما عملتوش اصلا، انا مش مصدق ان دول ما عملوهوش خالص، حاجه غريبه جدا. ماشي كان المفروض نرمي حاجه، ماشي مش مشكله، الستونز دي اللي بنعملها احنا رايحين في الطريق، دول صعبين جدا بس ايوه ماشي. طيب تعالوا كده نشوف بس الاول كده، احنا طب اقول لكم على حاجه، تعالوا نلعب دور كمان ولا ملهاش لازمه؟ مش مبسوط كده احنا، اتمنى تكونوا اتبسطتوا، وتعالوا بقى تابعوا، هنزل لكم فيديو بعد كده ان شاء الله يكون لعبه تانيه باذن الله. يلا بينا.